نظم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مكتب ارتباط إقليم الجنوب الدورة التدريبية المتخصصة بلغة الإشارة لجميع الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية لمحافظة الكركوك الطفيلة. هدف هذه الدورة هي من أجل تسهيل حصول الأشخاص الصم في محافظة الكركوك الطفيلة على الخدمة الميسرة. مخرجات هذه الدورة حقيقة 22 مشارك يتقنون لغة الإشارة بعد تقييم من خلال المدرب السيد أسامة الطهراوي. هذا إذا دل على شيء بدل على أنه الاستعداد التام للأشخاص الموجودين بهذه الدورة على التفاعل التام للمواجعين من الأشخاص الصم في كلتا المحافظتين. إحنا بنتمنى دائما على أنه هاي الدورة أن تعمم على جميع محافظات المملكة وأن يكون المستهدفين الدوائر الخدماتية والأجهزة الأمنية لما لها من أهمية، وأن الأشخاص الصم هم أشخاص يراجعون من أجل الحصول على الخدمة أسوة بالأشخاص الغير الصم، وبالتالي هم لهم حقوق وعليهم واجبات. جاءت هذه الدورة تزامنا بمرور 10 سنوات على توقيع الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الاتفاقية التي تتضمن أو من ضمن محاورها هي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، وأيضا تحقق رؤية المجلس بمجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة وأيضا بمساواة، ويحصلوا على جميع حقوقهم بمساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. الآن أنا بدي أنتقل للزميل أسامة الطهراوي مدرب لغة الإشارة الذي زامننا على مدار شهر في محافظة الكرك، وبترك الدور أو الميكروفون لزميل أسامة. أشكرك دكتورة منار، يعني تفضلتي بمقدمة كثير رائعة جدا وبنت على كل المخرجات اللي كانت من ما بين عنا. كان دورتنا في إقليم الجنوب اللي هي ضمت إخواننا من الكرك والطفيلة من أميز الدورات، مش لأن احنا بالدورة بنحكي من أميز الدورات، لأنه كانت الفئة المستهدفة من المتدربين شملت جميع الدوائر الخدماتية. يمكن نبلش من اليمين معنا من الأمن العام، الأحوال المدنية، الدفاع المدني، أطباء عاملين في وزارة الصحة. هاي لأول مرة في الأردن بيكون معنا طبيب أو طبيبين عاملين في وزارة الصحة يقدموا الخدمة المباشرة للصم. أيضا في معنا إخواننا من الدفاع المدني مكررين، وزارة العدل، دفاع مدني أيضا، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة عدل، وزارة الداخلية، مديرية الصحة، الأراضي والمساحة، الترخيص، الداخلية، إن كان كرك أو طفيلة من المحافظتين. فهي جمعت معنا مجموعة خيرة من 22 شخص من جميع الدوائر الخدماتية التي تمس للأشخاص بشكل مباشر، الأشخاص الصم بشكل مباشر. بالإضافة أنه بتواجد معنا أيضا من الطلبة الصم أنفسهم اللي شاركوا معنا في هذه الدورة، إن كانوا طالبات من اللي بدرسوا في كلية الكرك أو عاملين من الأشخاص الصم في الكرك، بالإضافة لأشخاص أيضا مثل الأخوة اللي شرفونا من عمان أضحفونا في هذه الدورة من خلال وجودهم معنا ونقل خبراتهم. لغة الإشارة هي وصف للشيء، بشرب ماء، آكل، جوعان، قهوة، أنت تعال، أنت تعال، في تعبان، 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 شو أنا تعبان أو أنا تعبان، الآن في إيمائيات، في لفظ للكلمة. تعطينا جملة فيها إشارة البيت جديد، جملة البيت جديد. جديد. البيت الجديد. أوكي. بيت الآن يوجد. يوجد داخل البيت. داخل. أيوة. داخل. أشكرك. يوجد داخل البيت مثلاً تلفاز. أقدم خدمات للأشخاص الصم عن طريق وزارة الصحة.
اخواني الان احنا في نهايه الدوره التدريبيه، بهمني كل شخص الان لما يسمع يكون يسمع الكلام باذنه، لما يطبقه بلغه الاشاره لا يركز على ترجمه حرفيه، يتركز على ترجمه بشكل عام مختصر زبده الموضوع نلخصه ونحكي بلغه الاشاره. مين بقدر مثلا الان يعطينا مثال بلغه الاشاره ويحكي لنا اياه مترجم بلغه الاشاره؟ اخونا سامر. الرحمن الرحيم. انا اسمي سا ميم را سامر ال ط را واو نون ها. انا بعمل في الدفاع المدني برتبة ملازم مدرب، أنا بعمل مدرب في الدفاع المدني من عام 2001. تلقينا في هذه الدورة بعض الكلمة بعض الإشارات اللي خدمتنا في الصم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي رياح الجعاري، بشتغل في التنمية الاجتماعية إلي تقريبا من 1999. شغلي هو بقدم مساعدات للأسر الفقيرة من قروض ومشاريع. حبينا احنا كثير في هذه الدورة، تدربنا فيها كثير وإن شاء الله نضل مستمرين فيها، مقدم مساعدات للأشخاص الصم في أي مجالات من الدوائر الحكومية. أعمل في مديرية الأحوال المدنية. أنا كثير مبسوط بهذه الدورة وبشكر القائمين عليها. أنا سعدت كشخص أصم جاي من عمان أشوف في محافظة بالجنوب مدرسة رائعة مثل هذا الشيء. أنا كشخص أصم أيضا بحب أشوف كل المجتمع الأردني يتقن لغة الإشارة. الكرك كنا نعرف انه فيها عدد شحيح جدا من المترجمين، اليوم عندنا قدامنا تقريبا 22 مترجم بالاضافه للمترجمين السابقين. اخذنا الدوره، دوره لغه اشاره، اخذناها على مرحلتين، اجتزنا فيهم 100 ساعه، اكتسبنا خبرات من هاي الدوره، تعلمنا فيها اشياء كثيره. اول شيء كيف نتعامل مع الشخص الاصم، كيف احنا نكون جزء فعال في المجتمع. انا سعدت بهذه الدوره كثير، كوني طورت الاشارات اللي كانت موجوده عندي، وايضا استفدت من خبره الاخ اسامه الطهراوي كونه خبير لغه الاشاره. فانا اللغه اللي عندي كانت لغه العربيه من القاموس الاشاري، فاللغه الدوره هاي استفدت انه اللغه الاردنيه المستخدمه عندي في الاردن. ما بنكر اني طورت كثير من هاي الاشاره، استفدت منها كثير كثير وطورت المخزون اللي كان عندي. وانا هاي الدوره ان شاء الله رايح انقل الخبرات اللي استفدتها للمجتمع، كوني انا انساني عندي بنات صم، فيمكن اكون اكثر وحده شاعري في الحاجه لتعليم الاشاره، وحتى كيف انه الاهل يتواصل مع بناتهم الصم او مع اولادهم. انا استفدت من الدوره كيفيه مساعده الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وكيفية تقديم المساعدة لديهم في جميع القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة. صراحة كنا نواجه بعض الصعوبات في التعامل مع المجتمع المحلي، خاصة عند حوادث السير، حرائق المنازل، حالات الإسعاف. كنا نواجه الصعوبة في التعامل مع حالات الصم. الآن الإشارة كانت كثير صعبة علينا لأن ما كان عندنا خبرة في التعامل مع هاي الأشخاص، لكن الحمد لله بعد ما دخلنا في دورة الإشارة عن طريق المجلس الأعلى الآن تعلمنا لغة جديدة علينا، والآن باستطاعتنا الآن التعامل مع أي حالة، التعامل مع المجتمع المحلي. إن شاء الله هاي فكرة رح نقولها لكل ما أقدر من جماعة الدفاع المدني، لأنه لغة الإشارة بكون كل إحساسي معه، جسمي معه، إشاراتي معه، أديم يعني كل أحاسيسي معه، فذلك أصبحت هاي اللغة تعطيك تركيزك كامل لهذا الشخص حتى الآن تصل للمهم الموجود عند هذا الشخص. لغة الإشارة تعلمنا فيها أشياء كثير لذوي الإعاقات في مركز عملي، إني لما يجي المريض من ذوي الإعاقات إني أقدر أساعده وأقدر أفهم عليه ويفهم علي وأعطيه العلاج المناسب. أنا استفدت منها على المستوى الشخصي في مجال عملي ومجال التواصل مع أصحاب ذوي الإعاقة خاصة الصم والبكم،
وأيضا التواصل مع المجتمع المحلي. فأنا أنصح كل شخص قادر على أخذ هذه الدورة أنه يستعد ويأخذ هذه الدورة. الدورة مش صعبة، جميلة وبتتواصل مع الأشخاص خاصة ذوي الإعاقة. أنه أكون بين كل يوم أخواني من محافظة الطفيلة ومحافظة الكرك، وهذه فئة يعني حتى لما نتحدث إحنا عن فئة خاصة من مجتمعنا، إذا ما تعاملنا من باب العدالة والديمقراطية والشفافية في أي بلد إحنا لا نستطيع نتحدث عن أنفسنا إنه بلد ديمقراطي، إذا لم نحسب حساب هذه الفئة العزيزة على قلوبنا داخل مجتمعاتنا. فتدريب هذه الفئة من المؤسسات المختلفة الحكومية والخاصة والأمنية حقيقة إن خطوة رائدة جدا، وبتمنى إن شاء الله أن تكون نتائج هذه الورشة وهذه الدورة نتائج إن شاء الله بقدر ما نتأمل وبقدر ما إحنا متوقعين منها. أننا أنجزنا هذه الدورة الإنسانية برغبة عميقة ومحبة خالصة لله، ولكون هذه الدورة تهتم بفئة الصم وجب علينا أن نساهم لخدمتهم ونكون أداة ربط بينهم وبين المجتمع، أداة ربط دائمة لا منقطعة ومتواصلة، حيث كانت المخرجات المتوقعة في هذه الدورة مطابقة للأهداف والبرامج بكل حرفية ودقة عالية. أما الآن فبعد هذه الدورة وبعد ترجمة لغة الإشارة أصبح هناك أشخاص عديد لترجمة لغة الإشارة، فالفضل لله، الفضل لله على هذه الدورة الجميلة. وأرجو منكم أن تتمثلوا كمثل الوردة التي تزرع وتسقى بالماء، فكلما سقيت بالماء أصبحت وردة جميلة، وأنتم كلما تدربتم وتطورتم أصبحتم في تطور، فأنتم ورود هذه الدورة.